محكمه جنح عسكريه ايدت الحكم الظالم على القامه القضائيه ويعني شخص مصري رائع من الطراز الرفيع سعاده المستشار هشام جنينه. 5 سنوات محكمه عسكريه من محكمه جنح عسكريه بتايد الحكم الظالم الصادر عليه منذ عده اشهر. طيب التهمه ايه؟ سعاده المستشار هشام جنينه احد رموز تيار الاستقلال في القضاء، رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر، جهاز مركز المحاسبات، أكيد يعني عمل جريمة. قال لك إن هو أزاع أخبار تضعف أجهزة الدولة وتنال منها. أزاع أخبار تضعف أجهزة الدولة وتنال منها. هما يعني ما جابوهوش في موضوع الفساد لأن هما بيرتعوا في الفساد، لكن لما اتكلم على ان حجم الفساد في مصر بمئات المليارات، لكن جابوه في حته لما اتكلم على ان الفريق سامي عنان يملك معلومات بتثبت تورط قيادات كبيره في الجيش في احداث ومجازر تزامنت مع ثوره يناير المجيده وما بعدها. فسعاده المستشار هشام جنينه رئيس اكبر جهاز رقابي في مصر داخل السجن من محكمة عسكرية وهو قاضي من قضاة الاستقلال، قاضي مدني، عشان حضرتك أزاع أخبار تضعف أجهزة الدولة وتنال منها. طيب يعني بيكذب؟ ده كده كذاب والكلام ده ما ينفعش، احنا في دولة مؤسسات. طيب يعني في فبراير 2014، يعني بنتكلم على 5 سنين، السيسي وعدلي منصور حضروا تدشين الهيئة الهندسية لجهاز علاج فيروس سي والإيدز، جهاز الكفتة بتاع بلعاطي كفتة. والكلام ده مش من عندياتي طبعا، الكلام ده نزل في الميديا كلها ونزل على صفحة المتحدث الرسمي العسكري في ذات التاريخ في فبراير 2014، وقال القوات المسلحة تحقق أول اكتشاف عالمي لعلاج فيروسات سي والإيدز، وكلام ده بحضور عدلي منصور والمشير أياميها عبد الفتاح السيسي. الكلام ده كان في فبراير 2014 والبيان قدام حضراتكم ولغاية دلوقتي موجود على الصفحة. طيب بيان زي ده إن القوات المسلحة تحقق أكبر اكتشاف وفي لعلاج الإيدز وفيروس سي وطلع في الآخر حضرتك فنكوش. طيب حاجة زي كده ما لا تمس ولا تهز ولا تضعف أجهزة الدولة وتنال منها. نقابة الأطباء اتحركت أو وزارة الصحة، وكان في كام دكتور تورطوا مع عبد العاطي كفتة وقال لك احنا هنحقق معاهم مش عارف ايه، لكن ولا حس ولا خبر بعد 5 سنوات وعدة أيام على هذا الموضوع. مش المفروض عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي وعبد العاطي كفته والمجموعه دي يتم محاكمتها عسكريا لانهم اضعفوا اجهزه الدوله ونالوا منها وخلونا مسخره المساخر؟ طيب واقعه اخرى عشان بس يا جماعه، الاكاذيب اللي عملها هشام جنينه دي اثرت على البلد. عبد الفتاح السيسي في مؤتمر شرم الشيخ او في منتدى شباب العالم في نوفمبر 2018، لما احد الشباب ساله على صفقه القرن، عبد الفتاح السيسي طلع وقال ليس لدينا معلومات عنها، وقال انه مصطلح اطلقته وسائل الاعلام. الناس جابوا له ساعتها استقباله او استقبال ترامب ليه وفيديو موجود هو بيتكلم مع ترامب وبيقول لترامب نشكر الرئيس ترامب وستجدني داعما وبشدة لقضية القرن من أجل إيجاد حل في صفقة القرن. ده مين اللي بيقول حضرتك ده؟ ده عبد الفتاح السيسي الكذاب اللي هو لسه بيتكلم على إن في يعني بعدها بعدة شهور في نوفمبر 2018 ده مصطلح مش موجود واللي طلعته وسائل الإعلام. الله، يعني هنا في كذب هو يضعف أجهزة الدولة وينال منها. طيب عبد الفتاح السيسي لما قال أنا أعمل لكم شبكة طرق تمسك مصر قد كده في خلال سنة وما عملش، مش دي معلومات
تضعف أجهزة الدولة وتنال منها. عبد الفتاح السيسي لما تحدث عن أن كلام المستشار هشام جنينة عن موضوع الفساد كذب وأن مفيش فساد والجيش كله فساد، وبشهادة جريدة الوطن بتاعتهم اللي كان ماسك الرئيس التحرير ساعتها مجدي الجلاد في 11 مارس 2015، وأذكركم بيها أن الجيش فيه فساد وتقرير الشفافية الدولية الجيش كله فساد. طيب أنت إزاي النهاردة أعلنت الحرب على هشام جنينة وعزلته وخالفت كل حاجة؟ وآدي تقرير الشفافية الدولية هو 12 فيه 2013، وكمان جريدة الوطن كل يوم هجيب لكم الترويسة بتاعتها اللي تم فرم 30,000 نسخة في مطابع الأهرام، وقال لك وغيروا حطوا يعني عنوان تاني قدام حضراتكم اهو. مش بننسى احنا، مش اقول لك ايه القنوات المعارضة بتفتري، لا احنا مش بنفتري زيكم، احنا مش افاقين واوغاد، بنقول تاني احنا يا احمد يا موسى يا نشأة يا دي يا محمد يا باز يا قوادين الاعلام المخابراتي، احنا مش كذابين، احنا بالورقة والقلم، احنا مش زيكم، احنا يعني احنا الحمد لله بنتكلم على بالمستندات، بنتكلم من عندكم من ورقكم بندنكم. ادي حضرتك اهو 13 جهه سياديه لا تدفع ضرائب موظفيها الرئاسه والمخابرات والداخليه والدفاع في مقدمه المتهربين، والكلمه متهربين الضرائب دي في دول العالم الصحيه دي جريمه كبيره جدا. الخسائر وصلت حوالي 8 مليار، والوزاره الماليه بتقول لهم ما تخشوش عش الدبابير ده جريمه الوطن حضرتك اللي اتفرمت. ادي العدد قبل المصادره وبعد المصادره، يعني هشام جنينه ما كانش كذاب عشان تنكل بيه يا عبد الفتاح السيسي. عايزين كمان اكاذيب لعبد الفتاح السيسي نالت من اجهزه الدوله واضعفت اجهزه الدوله. طيب الفاجعه الكبرى في تيران وصنافير لما قال لك ان تيران وصنافير دي سعوديه واحنا بنديها للسعوديه، هو مش بيديها للسعوديه ولا حاجه، وبيديها عشان الامن القومي الاسرائيلي. يعني السيسي لما اتكلم على ان سيناء احنا في خلال 3 شهور، واكلم رئيس الاركان الجديد الكلام ده حضرتك في اكتوبر 2017، ان خلال 3 شهور تقضي على الارهاب وتسلمني سيناء متوضيه او تسلمها لي خاليه من العنف، وبقالنا حضرتك على الكلام ده 15 16 شهر ولا حد قضى على عنف، وشايفين ايه اللي بيحصل فيها وشايفين الحصار والاجرام. سلسله اكاذيب عبد الفتاح السيسي، انتوا نور عينينا وهتشوفوا بكره مصر مش عارف عامله ازاي، وهتستغربوا مصر عامله كده ازاي، والحديث عن بس استحملوا معايا 6 شهور وبقوا 60 شهر. الكلام ده كله حضرتك يعني سهل جدا ان عبد الفتاح السيسي يتحاكم عليه، لكن تيجي للمستشار الجليل هشام جنينه والمستشار احمد سليمان والمستشار محمود الخضيري، يعني زي ما بيقولوا وش القفص بتاع القضاه، وتنكل بيهم وتزج بيهم في السجون، وجايين تتكلموا على دوله مؤسسات، وجايين تتكلموا على القضاء، قضاء مين؟ قضاء مين؟ وأخبار تضعف أجهزة الدولة وتنال منها مين؟ مفيش أخبار بتضعف أجهزة الدولة وتنال منها إلا عند قوادين إعلام عباس كامل، وما يفعله السيسي من أكاذيب حقيرة، هو ده الكذب، ده هو ده اللي بيخلي منظرنا أو جعلنا زي ما الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أضحوكة العالم.